وإلى المشاعر المقدسة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن باتوا ليلتهم في مزدلفة لجمع الحصوات. وبدأ الحجاج فور وصولهم إلى مشعر منى برمي جمرة العقبة فقط اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم توجهوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وبعدها يؤدون نسكي الحلق أو التقصير والنحر، ولذلك سمي اليوم العاشر بيوم الحج الأكبر لكثرة أعمال النسك التي يؤديها الحاج في هذا اليوم.